بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبيبي أهلا وسهلا بيكم، فيديو جديد، طلباتكم أوامر. الفيديو دوت احنا هنعمل إبناء. حبيبتي متابعة كريمة، يعني ايه هي الموديل ده؟ هي بصراحة ادتني اختيارات في الموديلات، كتر خيرها يعني، فأنا لقيت الأنسب، وإن انتوا كلكم بتحبوا النوع ده من موديلات الإدناء. هو عبارة عن إدناء في شكل رياضي، فأنا قلت أختار الموديل ده لأن أنتوا كلكم هتستفيدوا منه. الموديلين التانيين أنا ممكن أنزله لكم بطرونات على الصفحة، هي موديلات عادية جدا جدا وسهل تنفيذها، بس دوت إدناء الكل بيحتاجه يعني، فانا قلت اشرح الادناء. هي اتكرمت عليا وقالت لي اختاري واحد من ثلاث موديلات ويعني اللي يعجبك نفذيه، فانا اخترت اللي هو الادناء اللي في الشكل الرياضي. طيب قابلتني مشكله، لون غامق، انا حاولت بقدر المستطاع ان يعني افسر الموديل معمول ازاي، فالحمد لله ربنا وفقني وقدرت ان انا افسر الموديل. هو عبارة عن كولونيه من نص الامام، وتقريبا وارجح فيه يعني اتنين كولونة في قلب بعض، واخده بالك؟ في منهم واحدة مفتوحة من عند الرقبة، والتانية تقريبا مقفولة لغاية النص، وطبعا الباقي مفتوح، بس احنا هننفذ كولونيه واحدة بس من نص الامام. غير ده وده كمان في اتنين كولون على كل كتف، كولونة من منتصف الكتف، عشان كده هو مدينا التوسيع بتاعه كبير. ما انت لما تجي تعملي موديل لازم تقري الموديل، شوف الموديل ده بيقولك ايه. طيب احنا الموديل ده كده مش مستكفي بالكولونيه الوسع ده كله، مش بالكولونيه بس اللي في المنتصف، لا ده في كولونيه في نص الكتف، واخده بالك؟ زائد التوسيع اللي في الجنب. طيب انا هشرحه لك على القماش وهقول لك تعملي ايه، والدوران الرقبه بتاعه حبايبي انت ممكن تعملي عليه كبيشو، ممكن تعمليه بالوضع اللي هم معمولين وبالطريقه دي، وبتحطي شريط الابيض عليه زي بقيه الموديل كده. ده الديكولتيه ده بقى براحتك، تعمليه ياقة، تعمليه كبيشو، تعمليه تحطي عليه شريط بالشكل ده وتستكفي. وطبعا انت بتلبسي الطرحه بتاعتك بتدخليها من جوه. هو موديل بصراحه عجبني وشكله شيك جدا، والقصه بتاعته جايه بدوران. طبعا انا هحط لكم الصوره على الفيديو عشان تبقى اوضح بالنسبه لكم. طيب نسمي الله ونشوف بيتعمل ازاي. طبعا انت بتاخدي المقاسات بتاعتك العاديه جدا. ادي القماش بتاعك، بتجيبي قد ايه قماش؟ انت بتاخدي الطول اللي انت عايزاه اضربيه في 2 زائد طول الكم عندك. يعني لو حضرتك عايزه طول الادناء متر وربع، لان ده مش واصل للنهايه يعني للديل، هيبان الكلام ده في الصورة اللي هحطها لكم. وبيتلبس تحتيه يا بنطلون واسع اللي هو جيب بنطلون، او تعملي جيب عادية جدا، يا دوبك بتاخدي محيط الجناب بتاعك وبتركبي استك، تعمليش تقسيمات في الوسط ولا اي حاجة، بس كده. فطبعا انا هشرح لكم الادناء ده بيتعمل ازاي. ادي حبيبتي فهمتي، انت بتجيبي الطولين بتوعك زائد الكم، طول الكم بتاعك طبعا. ادي احنا هناخد الامام عشان الشغل كله هيبقى في الامام. ادي الامام بتاعنا اهو، بصي احنا طبقناه ازاي اهو. هتاخدي الجزء اللي هو مقفول، هتيجي تعملي بقى كده. ده الكالونيه ده حضرتك ممكن تعمليه 16 سنتي، يعني هنا 8 وهنا 8، تروحي عاملة كده. يبقى اذا
هنسيب من هنا 8 سنتي وخدي علامة كده. ادي سيبنا اول حاجة احنا عملناها اهي. والطول طبعا لغاية الطول اللي انت عايزاه. خلاص ادي الكولونيه بتاعنا اخدناه بالطريقة دي. حطي بقى استخدمي بقى الابرة والخيط السراجات عشان تقدري ان انت تتحكمي وتظبطي الشغل بتاعك. ادي احنا كده ادي الكولونيه بتاعنا اهو. خلاص اخدنا الكولونيه كام؟ انت لو عايزة الكولونة اوسع من كده عدك من 16 ل 24، يعني ممكن تاخديها 16 تاخديها 18 تاخديها 20 22 24، المهم يبقى رقم زوجي. خلاص احنا اخدنا اول كولونة اهي 8 سنتي، يبقى 8 سنتي اهي و 8 سنتي هي دي الكولونة بتاعتنا. عايزاها اكتر خدي مثلا 10 سنتي والخلف هنا هتبقى 10 سنتي. خلاص يعني بتقيسي من هنا، انا بحاول كده اهي. تسيبي بقى الكولونة اللي انت عايزاها. خلاص هتيجي بقى بعد كده ننزل دي كده عشان احنا هنحتاج الجزء ده. هتاخدي عرض، ناخد الاول كده خط بدون حسابات. هتاخدي بقى خط عشان هقولك ليه. ادي احنا عملنا خط اهو. خلاص هتيجي هتاخدي عرض الرقبة بتاعك وتحطي علامة. نخلص الجزئية دي هتنزلي طبعا انا شرحة انت ازاي بتاخدي عرض الرقبة في الفيديوهات اللي على القناة. ادخلي على اي موديل شوفي ازاي احنا بنطلع عرض الرقبة، بس عشان انا اوصلك المعلومة بتاعت الموديل ده. ادي كده. طيب انا ممكن برضو اقول لك عرض الرقبه بالمره بتتاخد ازاي عشان ايه. بصي يا حبيبتي، انت بتاخدي محيط الصدر كله يطلع معاكي زي ما يطلع، ما بتضيفيش عليه اي اضافات ولا اي حاجه. وليكن 80، هتروحي عامله كده حطي ال 80 كده اقسميه على 2 اربع مرات، 40 على 2 20 على 2 10 على 2 5 زائد 1 بقت عرض الرقبه معاكي 6 سنتي. طب احنا عايزين نريحها بقى شويه كمان ما تبقاش لازقه الرقبه في الكتف قوي، ممكن تحطي كمان 1 بقت 7 سنتي. اذا انت هتتحركي بعرض الرقبه من هنا. بصي من الخط اللي احنا واخدينه بتاع الكولونا اصبح الجزء ده ملناش دعوه بيه، بتاع الكولونا ده ما تلكيش دعوه بيه خالص. هتيجي تاخدي قلنا هيبقى 7 سنتي، جيفي عليهم 2 سنتي وانزلي بالعمق بتاع الرقبه يبقى 9 سنتي عشان يديكي الدوران بتاع الدكولتيه مريح معاكي. تروحي بقى قايسه بالمسطره كده. بصي انا بعمل ايه، تسنطري بقى كده عشان تظبطي اللي اطلعي كده 3 سنتي. ده انا شرحاه كتير. وتروحي عامله بقى الدكولتيه بتاعك تدوريه بالشكل ده. خلاص هتيجي بقى احنا عندنا في الكتف في كلونه، في نص الكتف في كلونه. طيب انت الكتف بتاعك 12 سنتي طبعا، ده يعني على الكتف احنا مش هناخد كلونه كتير كبيره، يعني ناخدها 6 سنتي يبقى 3 و3. يبقى انت وليكن الكتف بتاعك 12 ضيفي عليهم 6 سنتي، يبقى 6 سنتي و12 يبقوا كام؟ 18 سنتي. ويبقى حضرتك تدخلي كده بصي من هنا كده عرض الكتف زائد الكولونة اللي هي 6 سنتي، يبقى هتاخدي الكتف خط الكتف عرض الكتف كده خديه معاكي 18 سنتي. اكتبي ورايا عشان ما تنسيش الكلام ده وانت بترسمي على القماش. هتنزلي بقى بخط البط بتاعك عادي جدا،
ادي خط البط اهو، لو نحيفة بتنزلي بخط البط 20، متوسط فوق المتوسط 22 23، ممتلئة 24، وما تزوديش عن كده. خلاص احنا هنيجي هناخد الربع بتاع الصدر. طيب هنا هتقابلك مشكلة، انت هتاخدي ازاي ده انت واخدة هنا 6 سنتي اضافيين بتوع الكولونة، ولما تيجي تاخدي ربع الكتف مع ربع الصدر يبقى لازم تزودي على الخط بتاع ربع الصدر 6 سنتي. ودي من فنيات واسرار التفصيل عشان تقدري يبقى معاكي الكولونيه مظبوطه على بروز الصدر معاكي. يعني وليكن انت عندك ربع الصدر، طبعا ده ادناء انت بتضيفي على المحيطات بتاعك، يعني ايه المحيطات؟ الدورانات، الصدر الوسط، محيط اكبر، دي في 8 سنتي عشان تحسي انه فضفاض معاكي بالشكل اللي انت شايفاه. طيب انت مش عايزاه فضفاض قوي كده، ممكن تاخدي مقاساتك عادي بس وتشتغلي عليها، لان احنا في زيادات هنحطها على القماش وهوريكي احنا هنعمل ايه. طيب انت دلوقتي قلنا هناخد ربع محيط الصدر، ضيفي عليهم 6 سنتي وتروحي واخداهم كده. وفهمتي طبعا انت 6 سنتي اللي هم بتوع الكولونيه اللي احنا واخدينهم من الكتف. خلاص هتيجي بقى بعد كده اشتغلي عادي، ادي تاخدي من هنا من الديل محيط اكبر بتاعك زائد 6 سنتي اللي احنا ضفناهم فوق بالشكل ده، تروحي بقى عاملة التوسيع بتاعك بالطريقة دي. معلش القماشة قليلة فالمفروض بقى هيبقى يدي معاكي توسيع كده. خلاص انت بتطلعي بقى بنقطة الجيرو، شوفي بقى الفيديوهات اللي على القناة، انا شارحة كل الحاجات دي بسلاسة. يعني ادي هيبقى بالشكل ده. طيب احنا في عندنا دوران في الموديل، هتيجي بقى بصي انت خدتي الطول بتاعك اللي انت عايزاه، من هنا كده تنقسي شوية بتاع 15 سنتي وتروحي واخداهم دوران كده. انا عايزة الموديل يبقى بالشكل ده، انا مش عايزاها دي دورانة قوي، لا تبقى بالشكل ده. ونروح نقص وهوريكي بقى احنا هنعمل ايه. انت هنا بتوسعي من تحت البط لغايه ما بتخرجي لغايه محيط اكبر زي ما وردت. وهنيجي نقص بقى كده اهي. انت ممكن تستخدمي الكولونيه بتاعت النص، نص احنا هنا بتنزلي طبعا 4 سنتي بتاعت ميل الكتف. ادخلي يا حبيبتي على اي فيديو هتلاقيني شرح الحاجات دي بطريقة مبسطة يعني، بس انا حبيت اوريكي على القماش عشان تبقي عارفة الكولونيه والكلام ده بيتعمل ازاي. هتيجي بقى بصي بقى احنا هنا هنقص برضو دي، ولما تيجي تقصي ما تقصيش الدكولتي ده، هقولك تعملي فيه ايه عشان لما تيجي تشطبي دوران الرقبة ان تقص مش هيمشي مع دوران الرقبة ويتعبك في التشطيب وتحتري فيه. هقولك تكاية كده ان شاء الله. هو موديل سهل جدا بس تعرفي التكات بتاعته. ادي كده الكتف اهو، هتيجي بقى من هنا الدكولتين بتسيبي من هنا 1 سنتي، امشي معايا امشي بس لغايه كده وما تكمليش للنهايه، لان لو كملتي لغايه خط نص الامام وجيتي بقى تعملي الكولونيه هتجيلك هنا. بصي الكولونيه هتبقى كده،
طب انت هتشطبيها ازاي يا معرقبه؟ هتحتري فيها، هتبقى طبعا شكلها في التنظيف جوه وحش جدا، فانا بديكي سر من اسرار التفصيل والخياطه اللي انا بقول لك عليه. هتيجي بقى بصي من هنا هنقص كده، سيبي نص سنتي كده، شوفي بقى شكل البطرون ازاي. دي اهم حاجة، النقطة دي ما تغلطيش وتروحي مكملة قص لغاية نهاية الكولونيه، لا خلاص. هنيجي بقى نظبط الكولونة بتاعت، طبعا الكولونة بقى هتقلبي ادي القماش كده، معلش عشان الايه الخطوط دي ما ينفعش تطلع في الصورة بس كده. بصي حبيبتي ادي احنا لغاية دلوقتي لسه هقولك تشطب ازاي الكولونيه. احنا في بقى هناخد الكولونيه بتاعت الكتف، هتروحي الكتف اهو، بصي انا عاملاه ازاي اهو، تظبطي اهم حاجة تبقى شغلك متظبط عشان يطلع معاكي مظبوط. هتروحي بقى تقفلي الكولونيه، انت لما تيجي تخيطيه على المكنه ما تيجي ما يعني ما تسيبهوش مفتوح من عند الكتف، لا انزلي بتاع 5 6 سنتي وتروحي مقفله الكولونيه بالخياطه وتسيبيه مفتوح. بس قبل ما تعملي الحكايه دي تروحي حضرتك، بصي بقى انا ماشيه بالدبابيس، انت بالسراجه، انت كل ده هيبقى سراجه، وتروحي ممكنه من لغايه 5 6 سنتي ودوت هتطبعيه بالفودره والميه، وهقول لك تعملي ايه. ادي برضو هنا هيبقى نحط برضو الكتف على الكتف كده، تاخدي يعني المنتصف بتاع الكتف بتنصفيه، وبتاخدي الكولونيه احنا قلنا 6 سنتي، يعني بتاخدي من هنا 3 سنتي ومن هنا 3 سنتي، بقت الكولونيه اللي انت واخداها بتاعت نص الكتف 6 سنتي، وهو ان شاء الله هيطلع زي الصوره اللي مش واضحه معانا، بس الحمد لله قدرنا نتوصل للحقيقه يعني. بصي هتقومي بقى حضرتك تروحي هتمكني دي واحدة، كل ده سراجات بقى، تعودي ان انت تمسكي الابرة والخيط سراجات واسعة، هتيجي تمكني زي ما قلتلك لغاية هنا بس، يبقى فوق بروز الصدر بتمكني الجزء دوت. طيب بتيجي بقى بعد كده هتروحي مظبطه بقى الكالوني بتاعك اهو، هي كده متظبطه، تروحي بصي واخداها بالسراجه كده، طبعا ده بيتمكن مع الكتف، بيبقى شكل كالوني من الداخل بتاع الكتف كده اهي. بصي هنيجي طيب افكلك دي وهقول لك شكلها هيبقى ازاي قبل ما نشوف الجزئيه الثانيه. بصي ادي دي بتاعت الكتف اهو، ودي اللي في النص، وانا بارجح ان في كمان كولونيه من عند الجيرو، بس ده هيبقى بصي الكولونيه اللي عند الجيرو هو اللي بصراحه اللون الغامق مش واضح بالمره، فانا بعاني جدا عشان اقدر اطلع بالموديل. تقريبا في برضو بتاع يكسرة داخلية كده، بس انا افضل هو يكفي الكولونيه اللي في منتصف الكتف، كولونيه في النص، وبيبقى معاكي بالشكل ده. هنيجي بقى هقولك تشطبي وهيديكي نفس النتيجة على فكرة، بس طبعا هنا مش يعني، بصي اهو انا هحاول اقربها لك عشان برضو يبقى المضمون وصل لحضرتك، هتبقى بصي ادي الكولونيه، طبعا انت هتقفليها بس انا عشان خاطر تبقى واضحه معانا،
ادي الكولونيه اهي بصي. وطبعا انت دي بتحطي بقى لما انت بتسرجيها، ادي خلاص سرجناها وتنتيها كده، بتدي رشه ميه بفودره يعني قطعه قماش تكون قطن، وبتكوي بيها تطبعي الكولونه عمرها ما تفك معاكي. وطبعا في الاتجاه الثاني هتعملي كده. وادي برضو بتاعه المنتصف بالشكل ده، وهنا برضو اهي كولونيه بتاعتنا. بصي هيديكي نفس الشكل اللي في الموديل. عايزه تكتري كولونات ممكن تعملي كولونه تانية اصغر في المنتصف زي، بس هيبقى تقيل قوي يعني. هو متهيألي كده هيبقى انسب، وزائد التوسيع اللي انا قلت لك من عند البط لغايه نهايه لما خرجنا بمحيط اكبر زائد الستة سنتي. عايزه توسعي اكتر وسعي ما يجراش حاجه. خلاص هتيجي بقى انت لما تيجي هتشطبي بقى الرقبه. بصي ادي الكولونيه بتاعت الرقبه اهي، تروحي عاملاها كده. ادي الكولونيه بتاعتنا اهي، حطي بس دبوس عشان ايه اوضح لك الخطوه اللي جايه. ادي الكولونيه بتاعت نصف الامام. طب نلف كده. بصي بقى حبيبتي ادي الكولونيه بتاعت نص الامام، تروحي بقى عامله ايه امشيها بقى كده مع الدكولتين. شفتي بقى لما تيجي تخيطي تدخل معاكي في التشطيب بتاع الدكولتين. ادي السر في الموضوع بتاع ان احنا سيبنا جزء بتاع الكولونيه ما تقصش مع حرده الرقبه. لما لو نقلب كده دبوس شكني معلش، بصي ماشي واضح هنا ماشي مع الدكولتيه اهو. تيجي تشطبي سهل خالص هيمشي، لكن لو قصتيه بصي بقى لو قصتيه مع الدكولتيه واحنا بنقص هيبقى بالشكل ده، هيصعب عليكي ان انت تشطبيه ويبقى شكله مش حلو خالص. لكن بالشكل ده وبتيجي بقى بصي يعني انت هنا بتروحي بتمكني ده مع الرقبة وبتسيبيه مفتوح. يعني احنا نعمل كده، انا هعمل دي كده اهي عشان برضو ايه اوضح لك الصورة اوضح. انت دوت بتمكني بقى كده مع حردة الرقبة. خلاص هتيجي بقى بعد كده بصي هيبقى مفتوح بالشكل ده، وده طبعا انت هتقفلي لغاية هنا تمكني لغاية هنا كل ده مفتوح ويدي وسع. طيب انت الخلف هتعمليه ازاي؟ اقولك الخلف برضو سهل، بس الخلف بقى عادي جدا. ادي القماش بتاعك اهو، وليكن الورقه دي بقى القماش بتاعنا، وبتروحي عادي خالص بتاخدي بقى حرده الرقبه الخلفيه. احنا اخدنا العرض الرقبه كام؟ 7 سنتي، تاخدي 7 سنتي كده. الكتف بقى خدي 12 سنتي، مش هنضيف بقى لا كولونات من الخلف ولا بتاع. احنا 6 سنتي اللي احنا زودناها على عرض الكتف اخدناها كلونه، اذا الخلف هيبقى 12 سنتي. انت بتنزلي من هنا 2 سنتي وبتعملي حرده الرقبه الخلفيه. خلاص هتيجي بقى تنزلي كده بخط عادي بقى خط الباط، وهنا بقى بتاخدي الربع بالظبط بتاع محيط الصدر اللي حضرتك انا قلت لك زودنا عليه 6 سنتي عشان احنا كنا واخدينهم كولونه. خلي بالك دي فن وسر من اسرار التفصيل، يعني ممكن تقولي انا خدتها خلاص من هنا وتشتغلي عادي، لا هتبقى من هنا واسعه ومن هنا يبقى ضيق، هيبقى الموديل معاكي متلخبط.
خلي بالك من الفنيات دي يعني. لكن الخلف احنا بنعمله عادي جدا جدا، ادي الخلف اهو. هنا بتطلعي بقى بنقطه الجيرو 4 سنتي، ودي ثابت لاي مقاس، تدخل نص سنتي كده، وطبعا ما فيش حرده قويه في ال، هتيجي ده الوسط اهو. طبعا ادخلي في اي موديل، شوفي الشرح بتاع الباترون ده الاساسي، هتلاقيني شرحها. وان شاء الله اي استفسار اكتبي لي انا برد عليكم يعني. ادي طبعا بتنزلي 22 سنتي تحددي، ودي ثابت لاي مقاس عشان بتحددي نقطه محيط اكبر. حددتيها خلاص، خرجنا، انزلي كده واخرجي بقى بالتوسيع اللي انت خدتيه في الامام، التوسيع اللي خدتيه في الامام تاخديه في الخلف، وتروحي مش توسيع بالكولونات، لا الكولونات خارج الحسابات، دي ضمن حسابات الامام، لكن انا بتكلم على التوسيع بتاع خروج الستة سنتي اللي انا قلتلك عليه. عايزة تزودي 10-15 سنتي مفيش مشكلة، وتاخدي من عند الكتف. دي بقى النقطة اللي انا ما كانتش واضحة على القماش عشان القماش كان قليل. انت بتيجي بقى من هنا، بصي من عند نهاية الباك كده، تروحي بصي هيديكي التوسيع ده كله، هيتلم كأنه كولونات وكسر في القماش. وبتروحي بقى اطلعي كده نفس الارتفاع اللي ارتفعتيه في خط الجنب اللي هو عملنا منه الجزء دوت بتاع الدايرة، الجزء ده تروحي برضو مرتفعة بيه كده اهي، ونروح انزلي بيه. انا مش عايزاها دوران قوي، هي كده كده هتتكسر وتدي معاكي دوران. وده كان الخلف بتاع الموديل. الكم هتلاقيه موجود عندك على القناة، هحط لك اللينك على صندوق الوصف. الكم العادي، وبتروحي مركبه له أسك طبعا، بتدي توسيع شمال ويمين الاسورة 4 سنتي من هنا و4 سنتي من هنا، عشان لما تركبي الأسك يبقى شكله كويس. وقبل ما بتقفلي الكم بتحطي الشريطين او الشريط اللي انت شايفاه عليه الابيض ده، وبتروحي جايبه شريطين برضو حطيهم في الجنب. ده ادناء زي الرياضي، انا سميته الادناء الرياضي. وان شاء الله يا رب كده اكون قدرت اوصل لك المعلومه. واي استفسار اكتبي لي، والموديلين اللي حضرتك طلبتيهم انا هنزلهم على الصفحه باترونات مرسومه، هي موديلات سهله وبسيطه، بس انا حبيت اشرح الادناء لان كتير بيطلبوا موديلات الادناء. والقاكم على خير، وان شاء الله اوفي بقيه الطلبات. اشتراكاتكم، لايكاتكم، دعواتكم، وارفعوا لنا الفيديو بقى. القاكم على خير، سلام عليكم.